السلام عليكم عشاق الدرجة النارية، شكرا على 20 ألف أبوني أو 20 و221. يعني كنشكركم على هذا الأبوني هذا والتفاعل هذا. وبالنسبة للموضوع تاع اليوم غادي يكون خارج على نطاق الدرجة النارية. ديال يعني شنو كان عندها؟ قالوا لي راه الوالده ديالك راه عندها ذاك المرض، هذا الانفلونزا الخنازير. قالوا لي عندها وراه خص راه خداو المعلومات ديالكم، راه زعما غيجيو عندكم للدار على حساب شي الوقايه من هذا الشيء. ودابا حاليا انا كنهضر مع بابا من جلاله الملك يتدخل في هذا الشيء هذا، لان فقدت الوالده ديالي. السلام عليكم، انا عمر من طنجه، المرأة ديالي ابتسام، العمر ديالها 25 عام، اللهم هذا منكر. جبت عند الطبيب باش تولد، كنتفاجأ بأن هي فيها المرض ديال الإنفلونزا. من جهات إنفلونزا ما عرفت، لو كانت هاد المرأة ديالي مريضة بإنفلونزا بشحال هادي، كتبرت أنا في الدار ديالنا كاملين مرضين بالإنفلونزا. يا أخوتي الموضوع مهم وهو إنفلونزا الخنازير، وكيفية الوقاية منه. ماتوا 6 الأشخاص اللي سمعنا بهم، المرض دخل المغرب، وكان هذا المرض اللي هو انفلونزا الخنازير مخفي. واهم النصائح لوقايه منه هو تقويه المناعه. بالنسبه لتجنب المرض والوقايه منه، المهم غادي ناخذ الثومه في وجباتنا اليوميه، وغادي نستغناو على الدجاج واللحم حاليا، وناكلوا الحوت والخضروات، وناخذوا الحلبه لانها مقويه. وملي يجي شي حد فيكم الرواح ياخذ الزعتر والعسل او الحامض. وكاين واحد المكمل غذائي في الصيدليات، ولكن ما يصلحش لاصحاب امراض السكر. المكمل كيتباع في الفرماسيان، السميه تاعو هو ليكينيسيا، وداير 90 درهم. وبالنسبه للماء يتغلى ويتشرب، ما تشربوش الماء ديال القنوات اللي ما معقمينش، والماء المعدني. والتعقيم الدار بتنظيف بجافيل انساني تفرسو مورا الحمام بالصابون تعقيم ديتول. والاكثر من شرب العصير الحامض والبرتقال اكثر، لانه يقوي المناعه. والدار تبخر بالشيح والخزامه ومعطر الجو. وبالنسبه للي مريض بالسعل، يغطي فمه بالكمامه او يحط على فمه كلينكس. وهذه يا خوتي هي طريقه الوقايه. عفاكم بارطاجيو، خليو الناس توعى وتفيق، ما بغيناش الارواح تضيع.